مرحبا برج الجدي، أهلا فيك في قراءتك العام. الشمس اتضحت عندك الأمور بينك وبين نفسك، صرت عارف. خل نشوف ما هي الطاقة اللي طالع منها. هذا الكرت سقط، كرت الفول المشاغب المخاطر اللي مستعد يقفز من أعلى التلة. هذه أيضا الكرت رقم صفر، البدايات الجديدة، ولكن أشوف هني طريقة التصرف بلا هدف، أو التصرف اللي عفوي بزيادة، تتصرف بدون ما تحسب حساب، خصوصا لما يكونون الأشخاص اللي أنت قاعد تتعامل معاهم جدا حساسين وجدا صارمين، يحسبون لك كل خطوة حساب. أنت تتصرف شوية بعشوائية، ولكن الحمد لله أن أنت خارج من هذه الطاقة. ما هي طاقة المستقبل؟ طاقة المستقبل ثلاثة السيوف، الطاقة اللي راح تحتاج أربعة الأغصان. هني انكشفت لك أمور، نعم يا برج الجدي، ولكن محتاج، مش دائما نقول النية مش دائما تكون مقام العمل، عند الله هي في مقام العمل، ولكن عند البشر حسابك معاهم يختلف. كأنما هني انت نويت ان تسوي شيء، نيتك كانت خير ونيتك طيبة في مجال العمل في مشروعك، ولكن أشوف كأنما هني الآخرين سيفسرونها تفسير خاطئ، فكون حذر. لازم أنت تكون واثق وين تضع خطواتك، وكل خطوة شنو السبب وراها وراح تأثر على من، عشان أيضا ما حد يقدر يتصيد عليك أي أخطاء. النتيجة ملك الأكواب، شخص عارف نفسه، واثق. طبعا الملك هي طاقة نضوج، لما تصل إلى مستوى الملك معناته أنك متأكد وواثق، وأيضا تكشف النوايا بهاي الطاقة. راح تستطيع أنك خلال هذا الشهر تكشف نوايا الأشخاص اللي حولك، خصوصا في مجال العمل، مجال التجارة. راح أوضح الحين الكارتات عشان تكمل عندنا القراءة. الشمس، الخماسي الخماسي الصغير، إما أن ستأتيك أخبار. إنزين أشوف هني أوضاعك المالية في تحسن مستمر، وإن كان بطيء مش سريع، ولكن وجود الأربع الأغصان هني يقول لك أن هذا التحسن أو النمو يعتمد عليه. أفضل من أن تقوم بخطوات كبيرة ماديا أو حتى في الحياة العملية وبعدين أنت ما تقدر نفسك تتأقلم. لا تنسى عندنا ملك الأكواب طاقة التأقلم، فهذه هي الرسالة لك. نعم خطواتك الصغيرة ولكن الثابتة هي الطريق الصحيح لك خلال هذا الشهر، حتى إن كان في الدراسة. إذا ما شفت مثلا معدلك ونتائجك قاعدة ترتفع بشكل سريع، هذا ليس مؤشر سلبي، بالعكس مؤشر جدا إيجابي ويعتمد عليه. ما هو إلا البداية عزيزي لتحقيق الأساس أو النتيجة اللي تطمح فيها من أجل نفسك. خلنا نوضح كارت المشاغب أو الأحمق. لما أقول أحمق معناته هذا الشخص مستعد أن يقفز من أعلى التلة، معناته أشوف أن طاقته شوي سلبية. لما أقول أنه مشاغب أو مخاطر معناته أني أشوف الجانب الإيجابي من الكارت هذا. تمبرنس، بالضبط، لازم توازن ما بين القلب والعقل، لازم توازن قراراتك تصرفاتك. هني يقول لك فكر قبل ما تتكلم، فكر قبل ما تتصرف، وإن كانت نيتك طيبة مثل ما قلت لك يا برج الجدي، في آخرين كأنما يتصيدون عليك الزلة أو سيسيئون تفسير تصرفاتك في الفترة القادمة. احتمال هني أشوف أيضا عندك حسد، يحسدونك. برج الجدي هو من الأبراج اللي دائما يكون متوجه نحو تحقيق الاستقرار المادي لنفسه وللأشخاص اللي يحبهم. في هذا الكرت قاعدة أشوف الأشخاص اللي يحبهم، أنت تتصرف بدافع من أجل أن تحقق لهم هاي الرخاء المادي. إنزين فهني يقول لك، أو حتى تبهر مثلا، لو كان دراسة معناته تريد أن تبهر أو ترضي عنك الأهل والعائلة. هني وازن قراراتك. خلنا نشوف من هؤلاء الأشخاص اللي يتصيدون عليك أو يحاولون، هم في حقيقة نفسهم يحسدونك. أوكي، ممكن أشخاص يكونون عندنا هني برج القوس، الأبراج النارية واضحة طاقتهم، كرتين يخصون برج الأسد، عندنا هني برج القوس،
ممكن ايضا يكون حمل، ممكن ايضا انك تتعامل مع برج هوائي هنا. اوكي، خلينا نوضح اربعة الاغصان. شفت هذا الشخص شلون قاعد يروض الاسد؟ اشوفهم هني اشخاص يريدون ان يفرضون سيطرتهم عليك، يملكون عليك شيء، تكون انت دائما محتاج لهم بسبب ان مسكوا عليك شيء في محيط العمل. يتصرفون انهم قاعدين يساعدونك، ولكن يدخلونك في متاهة، يدخلونك في مشكلة عشان هم يطلعونك منها. لو كان مثلا في محيط الدراسة، هؤلاء الاشخاص يعطونك الاجوبة او يوهمونك باجوبة خاطئة عشان بعدين ترد تحتاج لهم. يدخلونك في نوع من الدوامة، يريدونك دائما ان تكون محتاج لهم. احنا نعرف برج الجدي من الابراج الاكثر الاستقلالية، اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم، هم لا يعتمدون على الاخرين. انزين، نوضح اربع الاغصان. عشرة السيوف، كأنما هذا الكرت قاعد يقول لي ان انت منتبه في محيطك العملي، حتى اذا كان عندك مثلا بزنس، انت مريت بالكثير من الصدمات، الخبرات، التجارب. انتهى الوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي، انت جدا واعي، وان كنت تتصرف بشكل عفوي لكن انت جدا واعي، عندك الخبرة اللي تحتاجها، ملكت الحكمة. التجارب المؤلمة هني هي اللي خلتك تصل او ستصل الى مستوى ملك الاكواب. طاقة الملك ليست بالشيء الهين، ليست بالشيء الهين. ليش؟ خصوصا هني لما يكون الملك ذكي عاطفيا، الماء ايضا يرمز الى الذكاء العاطفي. لما يكون في اشخاص اعرف انه يضمرون لي شرا، ولكن استطيع ان اتعامل معهم، لان هذا هو الشيء الذكي، استطيع اتعامل معهم على اساس اني ما اعرف نيتهم، اتجاهل. نعم يا برج الجدي، التجاهل هو الحل الافضل لك من اجل ان تأمن شرهم، وفي نفس الوقت تحقق لنفسك هذا النمو. اشوفه هنا جدا جميل، نمو مادي ولكنه جدا ثابت بشكل يومي، بشكل شهري، بشكل سنوي. هاي النوع من التطورات المادية اللي راح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقطع، تكون صغيرة ولكن ثابتة. نوضح آخر كرت ملك الأكواب. عشرة الأغصان، كلها نهايات، كلها نهايات. عشرة الأغصان معناتها راح هني، شوف مو قلت لك اني راح تكشف نواياهم؟ لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في العمل، في وضع عندك مادي، قاعد تلوم نفسك لأن التطورات فيه ليست كما يجب، هذا في الماضي. ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة، تكتشف هني الحقيقة، ايضا الشمس، تكتشف الاشخاص على حقيقتهم، تعرف. فهني راح تطلع والحمد لله من طاقة اللي تلوم نفسك. برج الجدي كثير التفكير، لما في شخص يزعل منه او هو يزعل من شخص، يظل يعيد ويزيد ويفكر ويفكر، ما يتوقف عن التفكير. هو يسمونه دائما البرج الترابي، اللي يتصرف كبرج هوائي، طاقة العقل. وهذه طبيعتك، دائما أنت اللي تحمل المسؤوليات ويعتمد عليك. ولكن في الفترة القادمة ستتحرر، أو على الأقل ستتوقف عن أن تلوم نفسك، لأنها ما أدري هني أحسك ستدرك أن أنت ما تقدر تتحكم بنوايا الأشخاص، ما تقدر تتحكم في هني. طاقة برج الأسد هي طاقة التحكم، الشخص يروض الأسد من أجل أن يتحكم فيه. ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي، أدركت أنه ما تقدر تتحكم فيهم، فراح تتقبلهم على طبيعتهم، سواء الظاهر منهم وأيضا الباطن من نيتهم. طاقة جدا جميلة، طاقة تقبل الواقع. وأظل أركز في نفسي، أظل وإن كنت عند الكثير من المسؤوليات المادية، أنا عارف أن الأموال القادمة في طريقي راح تساعدني، راح تأتيك مساعدة، ما راح تظل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك. راح تكون الأموال كأنما
تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا. العشرة هي دائما النهايات، وصلنا إلى رقم النضوج ومستعدين إلى البدايات الجميلة الجديدة. رح ننتقل إلى القراءة العاطفية. طبعا هذه القراءة العاطفية رح تكون عامة، مش مخصصة مثلا لمرتبطين أو منفصلين. وأتمنى أني أسوي لكم إن شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه. أوكي، رح ننظر هني بشكل عام إلى وضعك العاطفي يا برج الجدي. هل هو كما وضعك العملي؟ فيه نمو، فيه تطور، فيه تقبل وانكشاف لحقائق. أول كارت العالم، إما أنت أو الشريك. هذا الشريك ما يرغب بالرحيل عنك ولا أنت حتى، ولكن في رغبة هني للسفر، رغبة قوية. طبعا كارت العالم يتكلم دائما عن أن احنا نختم مرحلة معينة بنجاح، وفيه أربعة الأبراج الرئيسية: برج الثور، برج الأسد، برج العقرب. رمزه هني النسر، ولكن هذا هو برج العقرب، وهذا برج الدلو. احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية. اللي بعده عشرة السيوف، شريكك مش انه استسلم أو إنه متمسك، يحتاج إلى مثل العطلة، عطلة يفكر فيها، عطلة مخطط إنه يبتعد من أجل أن شوي يرتاح أو يكتشف. إنزين، كأنما لأن أشوفه هني هذا الشخص حاول أن يتفاهم معاك، يتواصل معاك، ولكن ما وصلتوا إلى نقطة التقاء في وجهات النظر. ثلاثة السيوف مرة أخرى، في مصاعب، في طرف ثالث من جانبك أو من جانبه هو اللي مسبب هذا الألم أو هذا النوع من النهاية. فما بقول لك هني النهاية، لأن قلت لك هذا نختم مرحلة معينة، نختم مرحلة الألم وعدم التفاهم، مش معناته أنه ما في طريق لك في المستقبل مع هذا الشخص. ملك الأرض، هذه هي طاقتك. أشوفك هنا كأنما عندك شوي نوع من هو لا ثقة ولا إن حتى تمني، عندك إحساس داخلي قوي. إذا كان موجود هو صحيح، إذا ما كان موجود فانتبه لهذا الإحساس. عندك إحساس أن هذا الشخص مهما ابتعد، مهما انفصلته، مهما هو أنهى الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة، ولكن سيرجع لك. في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل إلى بلدان عديدة، أنت على باله، مجرد يريد شوي أن يأخذ متنفس خلينا نقول، ورح يرجع لك. وانت واثق، هني اشوفك تضحك، تعرف ان بينك وبينه في تواصل غريب عجيب، انت فاهمه وهو فاهمك حتى لو ما كان في بينكم تواصل حالي. اربع الاغصان، هل قاعد تخطط للارتباط او تحاول ان تراضي؟ إذا أنت كنت الرجل فالطاقة لك أن تحاول تراضي الشريك عن طريق أن تفتح موضوع الالتزام، الارتباط، الزواج نفسه. إذا كنت أنت الجدي المرأة، فأشوف هني طاقتك، الطاقة تقول لك أن هذا الشخص مهما ابتعد عندك طير
عندك شخص يحب الحرية، عندك شخص يحب انه ينوع يتجدد ما يظل مستقر. انت هنا عندك طاقة الاستقرار، ابقى في مكاني انتظر الشخص هو يرجع لي. هذا الشخص اشوفه مسافر او يريد مخطط انه يسافر، اوكي، ومشغول في نفسه حاليا، ولكن اعرف ان الاساس اللي تملكه انت جدا مغري بالنسبة له. انت تجذبه، تجذبه، وشلون تجذبه هذا الشخص؟ عن طريق استقرارك، طاقة الدفء، طاقة الحنان، طاقة اللي انا راح اظل موجود من اجلك وما راح اصدك يوم من الايام، لان دائما ملك الارض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا الطلب، اللي يعطينا الغالي والرخيص، عرفت؟ فعطائك اللامحدود هو اللي راح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك، انزين، من اجل انه في النهايه دائما راح يرجع لك. كانما هني اشوف الطاقه برج الجدي، ايش قلت لك؟ انت اللي تتحمل العبء عندما يفشل الاخرون في حمله. فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله، راح يكتشف هذا الشيء بطريقته الخاصه، ما حد يقدر يتحمله غيرك انت، راح في النهايه يتذكرك، تجي على باله ويرجع لك. راح الحين نوضح الكارتات. الكرت الامبراطورة، ممكن انك تتعامل مع ميزان ايضا. هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل. اللي تتعامل معاه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل، دائما يعتقد ان عندما يرحل راح يلاقي شخص افضل، علاقة افضل، زواج افضل، عطاء افضل على الجانب الاخر، اوكي، ولكن راح يتعلم او يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة. هذا الكارت ايضا انقلب. فارس الارض، كأنما اوكي، ايضا هاي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس. اذا انت الجدي المرأة، فالشريك راح يكون مستحي من تصرفاته الماضية معك السابقة، وراح شوي شوي يحاول أن يتقرب منك بحذر، من دون أن تحس حتى بخطوات تجاهك. إذا أنت كنت الرجل، فكأنما أنت هني أحس أن شريكك هو اللي وضع رجله على الأرض وقال لك إذا الأمور ما راح تمشي حسب تقديري، حسب مزاجي، حسب اللي مفروض، ما ادري شلون هذا الشخص يريد ان تمشي الامور بطريقته الخاصه. اذا الامور ما راح تمشي بطريقته الخاصه، لان انت يا برج الجدي نعم تملك الكثير وعندك استقرار، ولكن ما تعطيني كفايه وقت، جهد، ما تعطيني كفايه. اما تصير الامور حسب مزاجي، اما اني هذا الشخص يقول لك راح ابتعد. خلينا نشوف ثلاث سيوف، عشرة الأكواب. أشوف إن اللي بينكم زعل، زعل ومختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم. الأكواب هي طاقة المشاعر. هني لما أشوف الأكواب مصفوفين كلهم فوق، معناته مسمى العلاقة. عندكم اختلاف على إجراءات العلاقة حتى. يعني لو كنتوا حتى متزوجين تختلفون على أشياء، تفاصيل، خصوصا شريكك يدقق فيها، وهذا تكون سبب الزعل والانفصال والمشاكل. مثلا إذا أنتوا في علاقة، هذا الشخص يأخذ كلامك بحذافيرة. لو قلت له مثلا إحنا أصدقاء، يزعل. ممكن أيضا العكس، هذا الشخص هو اللي يقول لك إحنا أصدقاء، أنا لا أريد الارتباط، أنا أريد أن أرحل أسافر. اعكس الطاقة. ولكن هني اشوف مسمى، تختلفون على شلون تسمون الاشياء، شنو نوعية العلاقة، شنو نوعية عطائك انت له، اوكي، او عطاء حتى هو لك اذا كان هو الرجل. خلنا نشوف كارت ملك الارض، الكوب الاول. هذا الشخص يشوف ان انت مثل ما قلت لك
عندك القدرة على العطاء، ناضج، تملك الأموال، ملك الأرض، عندك الاستقرار وتقدر تعطيه، ولكن ما يحس ان انت هنا قاعد تعطيه حب، مشاعر. هذا الشخص يقول لك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي، طاقة الماء ما تنمسك في اليد، ابي شيء ثابت مستقر، ابي كلمة، ابي وعد، ابي انك فعلا تتقدم لخطبتي، ابي تثبت لي ان انت تحبني بطريقة جادة، نتزوج، نرتبط، تبتدي تسوي الامور او ترتب حياتك على حسب احنا شلون نتفق، تعاملني كشريكة، تعاملني كشريك، ما تخبي عني الامور، تشركني في حياتك. هني نتكلم عن الشراكة نفسها، شلون قاعدة تصير، هذا هو سبب الاختلاف. ولكن مثل ما قلت لك، هذا الشخص احس انه مهما ابتعدتوا عن بعض في النهاية بينكم طريق، وان كان في المستقبل. اخر كرت، هذا الكرت سقط، هذا الكرت طبعا بدون اسم. هني تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت، توأم الروح، ولكن العدد، عدد الطيور اللي موجود فوق 7. 7 هو رقم الانتظار. مثل ما قلت لك بينكم طريق في المستقبل، بينكم قصتكم هني لم تنتهي، لم تنتهي، لم تصلوا الى خاتمة القصة او الحكاية ابدا، توكم في بداية الطريق. اشوف انه بسرعة يعني ابتدت علاقتكم، بسرعة انجذبتوا لبعض، ولكن من دخلتوا في العلاقة بسرعة ايضا تكركبت الامور، صار في اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم. واحد مثلا يقول للثاني انت ما تتصلي كفاية، انت ما تهتم كفاية، انت ما حسك جاد معاي كفاية. انت جاد في الحياة، جاد في الاموال، ولكن مش جاد معاي. هني في النهاية في التقاء، في طريق، ولكن عندنا 7. 7 معناته ان الامور راح تأخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك. قراءة جدا جميلة يا برج الجدي. خلنا نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك، مثل نتائج الفحوصات، مقدم على قرض، مقدم على مشروع، تطلب الحصول على تأشيرة من أجل الهجرة. خلنا نشوف. أول كرت ملكة السيوف، دلو، ميزان، جوزاء. تسعة السيوف، ثمانية الأكواب، الخماسيين، أوكي، ملك الأكواب. عزيزي برج الجدي، في شخص الجهة اللي قاعد تقدم عليها، إنزين، أو حتى الشخص اللي قاعد تحاول أن تحصل منه على الموافقة، هو شخص ظاهرة جاف، ولكن داخله إنسان مخذول، إنسان مخذول. هنا يقول لك أنت اللي لازم تأخذ طاقة ملك الأكواب، أنت اللي لازم تستوعب. هنا لا، يقول لك لا تحكم على الشخص بمظهره، أنت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل. يعني مثلا لو قدمت على طلب، الاستمارة نفسها طويلة، الاشتراطات نفسها معقدة، ولكن إذا جيت تنفذها راح تلاقي إنها سهلة. إذا جيت تقدمها راح تلاقي فيه تعاون، راح تلاقي فيه تعاون. الأمور ليست كما تظن، الأمور أسهل مما تظن من ناحية الأمور اللي تحاول أن تقدم عليها. نعم في الكثير من الاشتراطات، لدرجة أنك هني قاعد تفكر في الاستسلام، ما ينفع ما ينفع ما ينفع أسوي كذي، ما ينفع أسوي كذي، ولكن يقول لك لا، عليك فقط أن تبتدي تأخذ، تجرب حتى على الأقل، جرب ج
جرب من أجل التسلية، لا تأخذ الموضوع جد، فقط جرب أنك تقدم أو تقبل على هذا الشيء اللي أنت تريد أن تحققه، اقبل عليه. النتيجة راح تكون أو الحل لمشكلتك، الرد على طلبك راح يكون جدا أسهل مما تتصور. هنا عندنا الملكة الشكاكة. انزل، تعتقد أن هذا الشخص، هؤلاء الجهة راح يطلبون منك الكثير، نعم، ولكن أثناء المعاملات نفسها راح تكتشف أن في طاقة تعاون من جهتهم، وإن كانوا هني شكلهم جاف، في تعاون من جهتهم، هني كأنما يملكون سمعة سيئة، ولكن بالعكس لما تتعامل معاهم راح تلاقي أن في تعاون من جانبهم، وفي حتى استثناءات راح يسوونها من أجلك أنت معاهم، بغض النظر هم شلون يتصرفون مع الناس الآخرين، ولكن معاك أنت بالذات راح يكون تعاملهم جدا مرن ومريح. خلينا نشوف ما هي الرسالة التحذيرية لك أو التنبيهية خلال شهر يونيو وشهر 6. أوكي، هذا الكارت بار The Metal King. 10، تكررت عندك 10 وهي النهايات، نختم مرحلة معينة بنجاح، وصلنا إلى نهاية مرحلة سواء كانت صعبة أو جميلة، بغض النظر وصلنا إلى ختام. Metal King هو ملك المعادن، هو تقريبا مثل، هو خليط من ملكة السيوف وأيضا ملك السيوف، ملك المعادن. يتكلم لك عن الديسيبلين. الديسيبلين بالعربي هو الانضباط، أرمر، الدرع اللي يلبسه، وباوندريز، الحدود. أشوف أن هذه رسالة عاطفية لك أكثر من أنها عملية. هؤلاء الأشخاص، الشريك اللي تتعامل معه، شفنا إحنا من شوي أن عنده كارت الرغبة في السفر، الرغبة في أن يغير شوية من جو الاختلاف اللي بينكم، عنده رغبة أنه يسافر من أجل عطلة أو يرحل شوية مؤقتا. وجود هذا الملك، هذا الملك يشابه طاقة ملكة السيوف أكثر، ملك المعادن، ملك عندما يقرر شيء ما يحب أن أي أحد يقف في وجهه أو طريقه، ولو جرب أحد يقف في وجهه، شوف منظره جاف، لو جرب أحد يقف في وجهه راح يقطع بالسيف. فهني شوف شنو الطاقة لك، النصيحة أن تأخذ طاقة المياه، طاقة الانسيابية، الامتصاص، تمتص الغضب، تمتص الجروح، تمتص الألم من هذا الشخص، تعتذر أيضا، طاقة الاعتذار. ولكن هذا الشخص أشوفه اللي في بالك، خصوصا إذا كنتوا متباعدين أو زعلانين، لحد الآن يشتاق لك. دائما الشخص الجاف ترى لازم تعرف أنه ما صار جاف إلا لأنه داخله قلب جدا حنون وطيب وانخذل كثيرا، ولكن هذا الشخص يفكر فيك كثيرا وانت تطري على باله، ولكن لحد الآن مش مستعد للرجوع إلى العلاقة وأن يعطيك فرصة ثانية. فكأنما النصيحة لك ألا تستعجل في رجوعك خلال هذا الشهر. لا تنسى أن طلع لنا هني من شوي فارس الأرض، وهو الفارس البطيء، الفارس الحذر اللي يرجع بحذر وبهدوء حتى الشريك ما يحس أنه هو رجع لحياته. هذه هي النصيحة التحذيرية لك، وراح أسحب لك طاقة الحيوان اللي راح تحتاجها خلال شهر يونيو. بترفلاي، الكثير من الطاقة الهوائية. بترفلاي عنصرها الفراشة، عنصرها هوائي. مثل ما قلت لك، النصيحة اللي تحتاجها الطاقة هي طاقة الانتقال. الفراشة تمر بمراحل كثيرة، مراحل كثيرة، ولكن كل مرحلة ما تطول معاها وايد. كأنما هني يقول لك انت لازم شوية في الوقت الحالي، نعم ما تقترب من الشريك، ما تقترب من الأشخاص اللي مستعدين
على طول إنه يسحبون السيف عليك، تكون حذر حذر، ولكن في نفس الوقت لازم تلهي نفسك، لأن إذا ما ألهيت نفسك أمور ثانية راح تظل تفكر في هذا الشخص. أشوفه جدا ممكن يكون برج هوائي، يعني عندنا الطاقة المائية عقرب حوت سرطان، وعندنا أيضا طاقة الأبراج الهوائية ميزان جوزاء ودلو. لازم أنت أيضا تشتت نفسك، ليش؟ لأن إذا طاقة حتى في التخاطر أن دائما تفكر فيه، ما قاعد تعطيه الحيز الكافي أن يتشافى ويتعافى ويكون مستعد عشان يرجع مستعد، ينسى الماضي، ينسى الألم، ينسى عدم التفاهم اللي صار بينكم. لازم تعطيه حيزة. وإذا كان هذا يخص معاملات رسمية، فهذا الشخص قلت لك راح يساعدك، خذ منه الأمور اللي تحتاجها في المعاملات الرسمية، خليه يتعاون معك، اسمح له، ولكن لا تطيل معاه الحديث، لا تطيل معاه التعمق في العلاقة، لا تتعمق مع الأشخاص اللي بينك وبينهم معاملات رسمية في الفترة القادمة. هذه هي الطاقة اللي تحتاجها عزيزي برج الجدي. هذه كانت قراءتك الجميلة، قراءة شهر يونيو. أتمنى لك كل التوفيق وشكرا.